السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اعمل حصر في برنامج نفس وركس وايه فكرة الكتالوج. دلوقتي انا عايز ابدأ افتح اي مشروع، لان لو جيت اشتغلت هتلاقي مش هيوافق ان انا اشتغل على حاجة، يعني هيحصر لي اذا كان مفيش شغل اصلا. تمام، فلذلك افتح اي مشروع. ممكن مثلا اجي من شيت براوز واقول له عايز افتح مشروع، او هاجي هنا ابنت او اقول له اوبن، يعني افتح لي الاركتكشر مثلا. تمام، عايز اقول له بقى ايه، ابدا اعمل حصر. فاقول له بروجكت سيت اب، بيقول لي تحب اشرح لك حاجه؟ اقول له مش عايز شكرا. بيديني لسه كتالوج نان وسي اس اي 16 وسي اس اي 48 ونيو فورمات. طيب خلينا نختار نان واقول له نيكست نيكست. تمام، بيقول لي اختار بالمتر ولا بالملي، فاقول له ممكن عايز كلها بالمتر. تمام، طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز الاركتكشر، خلينا نحصر مثلا الدور الاول بس. تمام، هاجي هنا واقول له الدور دوت انا عايز اعمل له حصر، فيبدا ياخد الدور ده كله ويبدا يحط. من نفس الفكره ممكن اعلم على عليهم كلهم واقول له ابدا احصرهم لي. تمام، هي الفكره بس في الوقت، لان ده مجرد مثال. ده هنا قسمهم لي كادوار، كل دور فيه العناصر الخاصه بيه. تمام، لما تيجي تبص هنا على الحصر هتلاقي ان هو جاب لي كل العناصر الموجوده اهيت، وكل عنصر الطول بتاعه او السيكنس المعلومات الخاصه بيه. تمام، طيب ممكن اجي هنا في الايتم كاتالوج، تلاقي العناصر الموجوده هنا، وتقدر تدي الوان زي ما انت عايز، تقدر تدي ايتم نيم، تقدر تدي ورك بريك داون ستراكشر، تقدر تدي شفيه معينه وهكذا. تمام، طيب ده بالنسبه لو مفيش اي جداول خالص موجوده. تمام، خلينا نفتح المشروع تاني ونختار مثلا كتالوج اخر. تمام، طيب هقول له انا بقى دلوقتي عايز اعمل واحد اخر. هاجي هنا اقول مثلا افتح لي ارتكشر، افتح لي الاستراكشر مثلا في اللي دوت. طيب هاجي هنا اقول له بروجكت سيت اب، واقول له انا عايز سي اس اي 16، نيكست 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 فينيش. لما تيجي تبص هتلاقي ان هو مقسمهم لي تقسيمات صغيرة، تقريبا 16 عنصر. تمام، فتقدر تحدد اي واحد فيهم، مثلا الحاجات الخاصه بالكونكريت تبدا تحط العناصر الموجوده فيه، تقول له مثلا عايز الكولوم دول كلهم مثلا احطهم هنا. تمام، ممكن تعمل لهم دراج اند دروب بالشكل دوت، هو يبدا يعمل لهم الحصر بتاعهم. العناصر بيبدا يدخل المعلومات بتاعتهم، الفوليوم مثلا. تمام، والايتم كاتالوج تقدر تعمل سيلكت وتبدا تديهم لون معين او شكل معين وهكذا. طيب ده بالنسبه للستوش. طيب خلينا نجرب واحد تاني. طبعا ما تشتغل كتير بتبدا بقى تعمل كاتالوج خاص بيك. تمام، طيب بروجكت سيت اب وهنشوف مع بعض ازاي نعملها. طيب خلينا نختار سي اس اي 48، نيكست 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 فينيش. هتيجي عليهم هتلاقيهم في حدود 48 حاجة، وتقدر تختار أي واحد فيهم، وتقدر تختار العنصر اللي أنت عايزه وتقول له احصر لي الجزء دوت في ال item دوت. تمام، طيب خلينا نختار واحد آخر، ده اللي أنا بقى إيه بستريح له، إن أنا بقول له بروجر سيت أب وبقول له يوني فورمات، وأقول له نيكست 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 فينيش. بقى بالشكل ده، الشكل ده الشيء اللي مثلا بيبقى فيه سوبر ستراكشر، في مثلا الفلور كونستراكشر، في الروف، والعناصر تبدا تسحبها او تقدر تعمل عليها سيلكت وتعمل لها موديل تيك اوف، او تختار عناصر من الفايند ايتم. كل الكلام ده مش هيفرق مع اني كاتالوج. تمام، طيب كده احنا مثلا عرفنا الانواع اللي موجوده. طيب اقدر ان انا بعد ما اعدل في الكاتالوج، ممكن تقدر تعمل تنشئ اكثر من فولدر تحت الفولدر دوت. تيجي هنا تقول له انا عايز سبورت
كتالوج تو اكس ام ال. كده انا صدرت الترتيب دوت. خلينا نصدره مثلا على الديسك توب، وهنسميه مثلا سبايدر مان. لا سبايدر مان، ماشي سبايدر مان سيف، كان سيف. تمام، بعد كده هاجي افتح مشروع تاني خالص. بقول له بقى هات الكتالوج دوت بروجكت سيت اب، اقول له براوز تو كتالوج، واختار الكتالوج اللي انا عامله. دي كتالوجات موجوده، انا عايز مثلا اللي هو موجود على الديسك توب دوت اللي هو سبايدر مان اهو. يبقى انا كده اقدر اعمل كتالوج خاص بيا وخاص بالشركه. ممكن يكون انا عايز اعمل حصر للتسليح بس، او حصر لحاجه معينه، فببدا اعمل الكتالوج بتاعي بحيث تبقى سهل عليا ان انا اشتغل. هي الفكره كلها في نفس الوركس، مش كل مشروع هبدا اعمل شغل من زيرو، باخد نفس الاعدادات واسيفها واشتغل بيها في المشروع اللي بعد كده. نيكست 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 فينش. وبعد كده تبدا تاخد العناصر تحطها في الحاجه بتاعتها. يعني مثلا هنا اقول له مثلا انا عايز احصر مثلا الروف، تيجي هنا تشوف فين الروف. الروف ده فيه عناصر تانية غير الروف، لو هو كله روف تبدأ تعلم على الروف مثلا اهو، وتقول له ايه احصره كوانتيتي مثلا على سبيل المثال، وتيجي تختار مثلا الوول مثلا، تقول له انا عايز احصر الوول مثلا. او دراج اند دروب، يعني ممكن تقول مثلا انتريور بارتيشن، هنحط مثلا الحوائط دي مثلا اهي. وهنا تبدا العناصر دي تقدر تديها اللون اللي انت عايزه. تمام، وتقدر تعمل جروبات وايتم زي ما انت عايز. طيب بس خلي بالك هنا مش هتقدر تعمل دراج اند دروب في الايتم كاتالوج، تعملها بس في الكوانتيفيكيشن ورك بوك. وبعد كده تقول له سيف لي الشغل ده كاكسل. تمام، سيفه مثلا دوت، تقول له سيف، اقفله عشان ايه ما ي... واقول له يس اعمل ريبليس، فهو يعمل ريبليس ويفتح لي الجدول دوت. الجدول فيه حصر المعماري والانشاء وكارون فانكر، كل الحاجه اللي انت عايز تحصرها بتطلع في جدول واحد، وده طبعا بيكون افضل من الحصر في الريفت لما بيطلع كل حاجه لوحدها، كل شيء مستقل بذاته. زي سعيد صالح لما كان بيقول في المسرحيه العربيه سليمه بس لوحدها، هتلاقي حصر كل حاجه موجوده اهيت. تمام، وزي الفل، قشطه.